السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير جديد للتلفزيون السويدي بيحكي عن النقص الكبير بالأسر البديلة والعائلات الحاضنة اللي عادة تستقبل الأطفال المصحوبين من أهاليهم من قبل مصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال. التقرير جاء بعد استطلاع لعدة بلديات بمقاطعة استوريوتلاند شمال السويد، واللي من ضمنها لينشوبينغ اللي فيها 30 طفل بانتظار أسرة حاضنة أو عائلة حاضنة، ونورشوبينغ اللي فيها حوالي 20 طفل بانتظار عوائل حاضنة. طبعا عادة المصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال لما بتقرر انه تسحب اطفال، واحيانا بتكون سحب مباشر، فعادة بتم وضع الاطفال بشيء اسمه الخورهم او مركز الطوارئ او عائلة الطوارئ، وهذا الشيء بيكون مؤقت لعدة ايام بينما يتم نقل الاطفال الى اسر بديلة. وعادة هاي الاسر البديلة بتكون مسجلة اسمائها بالبلديات وبكون لها شروط معينة حتى تكون عائلة بديلة، لكن مع ذلك في نقص كبير بعدد الأسر البديلة، وهذه مشكلة كبيرة عم تواجهها مصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال. وبحسب التقرير أنه الأطفال عم يعانوا كتير خلال هاي الفترة، وأيضا لما عم يوصلوا العائلات الحاضنة عم بيكون أمورهم أو أوضاعهم أسوأ بسبب إما النقص بتحويلهم لعائلة حاضنة استقروا عندها أو تأخر السوسيال بقرار سحبهم بحسب التقرير. طبعا برأيي أنا أنه هاي القضية أو هاي الأزمة رح تضل مستمرة، لأنه العوائل بالسويد هني حتى ما عم يقدروا أو عم يتجنبوا إنجاب أطفالهم يعني بنفسهم، فما بالك إذا كانوا بدهم يجيبوا أطفال من عوائل أخرى. طبعا مثل ما شايفين أمامنا الإحصائية بمقاطعة أستريوتلاند حول عدد العوائل الحاضنة وعدد الأطفال اللي هني بانتظار نقلهم إلى عوائل حاضنة حاليا. وهيك نوصل نحن لختام هذا الفيديو، شاركوا استفدتم هالمعلومات. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.